بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد في منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، وهو درس مفتاح النجاح أو مفتاح النجاح. طبعا إن شاء الله كلنا نوصل للنجاح، هنعرف إيه هي عناصر النجاح وإيه هو مفتاح النجاح وإيه هو هدف الإنسان في الحياة. طبعا دي بعض الصور اللي موجودة على الإنترنت. طبعا هنشوف بقى الدرس الأول مفتاح النجاح. أول حاجة بيقول يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة. يعني ايه يواجه؟ يعني يتصدى الانسان في مراحل حياته لعقبات. عقبات يعني صعوبات، ومفرد عقبات عقبة. يبقى ماذا يواجه الانسان في مراحل حياته، او ما الذي يواجهه الانسان في مراحل حياته؟ هتقول له عقبات كثيرة. وما واجبه نحوها، او ماذا يجب نحوها، او ما هو ما واجبه نحوها اللي هو عليه الا يستسلم لها. يبقى ماذا يواجه الانسان في مراحل حياته؟ عقبات كثيرة. وما واجبه نحوها؟ عليه الا يستسلم لها، وهو يتطلع الى المستقبل ويحلم بالنجاح. فالنجاح هو هدف الإنسان. فلما يجي لك في الامتحان أو سؤال يجي يقول لك ما هدف الإنسان في الحياة، هتقول له النجاح. ولكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى مجموعة عناصر تعينه. يعني إيه تعينه يا جماعة؟ يعني تساعده على مواجهة الحياة. عكس الحياة الموت. طول ما انت ماشي في الدرس اللي مطلوب منك انك تقرأه كويس وتستخرج اللغويات اللي موجودة فيه والنحو اللي موجود فيه، وتساعده على الوصول إلى النجاح. النجاح دي تعرب إيه؟ اسم مجرور بعد إلى وعلامة جر وكسرة. وهذه العناصر الستة مفتاح النجاح. النجاح طبعا هنا ايه؟ مفتاح النجاح. النجاح مضاف اليه، مجرور وعلامة جر الكسرة. الحقيقية دي نعت ان شاء الله تبقى تاخدها بعد كده. يبقى ما الذي يواجه الانسان في مراحل حياته؟ عقبات كثيرة. وما واجبه نحوها؟ عليه الا يستسلم لها. لماذا يجب علينا مواجهة الصعوبات؟ لان الانسان يحلم بالنجاح او للوصول الى النجاح. ما هدف الانسان في هذه الحياة؟ طبعا ده اسئلة مهمة جدا. هدف الانسان في الحياة هو النجاح. وماذا يحتاج لكي يحقق ذلك؟ طبعا يحتاج الى مجموعة من العناصر. عناصر النجاح انا عايزك تحفظها بالطريقة دي، اللي هي الثقة، تواضع، مسؤولية، مهارة، ابداع، اصرار. عناصر النجاح تاني يا جماعة: ثقة، تواضع، مسؤولية، مهارة، ابداع، اصرار. ثقة، تواضع، مسؤولية، مهارة، ابداع، اصرار. بس لازم أن تعرف كل واحدة بقى. طبعا الثقة اللي هي الثقة بالله والنفس. فلا يقنط الانسان، لا يقنط يعني لا ييأس الانسان من رحمة الله. طبعا رحمة الله برضو الله لفظ الجلالة، اسم لفظ الجلالة مضاف إليه، مجرور وعلامة جر وكسرة. ولا يستهين بنفسه أو بالناس، لأن الإنسان طبع على الخير. يعني إيه طبع على الخير؟ يعني خلق على الخير. دي أول حاجة الثقة. يبقى الثقة بالله والنفس والناس. عندك كمان التواضع: فمن تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس. منزلته يعني إيه؟ يعني مكانته. ومن تكبر هانت صورته. هانت يعني صغرت صورته في العيون وخسر نفسه. ثالث حاجة المسؤولية: إذ أن لكل فرد من أفراد المجتمع، برضو المضاف إليه كتير قوي هنا، المجتمع مضاف إليه مجرور وعلامة جر وكسرة لأنه جاي بعد جر ومجرور. مسؤولية عليه أن ينهض بها وألا يقصر في أدائها. رابع حاجة المهارة: الناجحون ماهرون. مفرد ماهرون ايه؟ ماهر. الناجحون ماهرون مفردها الناجح ماهر. وان شاء الله هتاخدوا بعد كده انواع الخبر. الناجحون دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم، وماهرون ده خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو برضو يا حبايبي لانه جمع مذكر سالم. بس نوع الخبر هنا ايه؟ هتاخدوه ان شاء الله بعد كده، اسمه خبر مفرد. الناجحون مبتدأ وماهرون خبر مفرد لانه كلمة واحدة بس. في أعمالهم يكونون دائما على أتم الاستعداد. برضو الاستعداد مضاف إليه، مضاف إليه بيكرر معنا كتير، لدخول أي تجربة ومواجهة أي صعوبة. مفرد جمع صعوبة صعوبات، وإحنا قلنا صعوبات يعني إيه فوق؟ يعني عقبات. ويتميزون بقدرة فائقة. هم مين اللي بيتميزوا بقدرة فائقة؟ طبعا الناجحون على قبول كل جديد. المفروض أنت لو عايز تنجح يبقى لازم أن تتقبل كل جديد. برضو جديد مضاف إليه مجرور بالكسرة. عندنا المجتمع مضاف إليه وجديد لأنها ذكرت بعد كل. أي اسم يأتي بعد كل يعرب مضاف إليه. وعلى تغيير كل قديم، برضو قديم مضاف إليه مجرور وعلامة جر وكسرة. تكون هناك ضرورة لتغييره، يعني لو في حاجة ممكن تتغير للأحسن تغيرها. ويؤدون عملهم على أحسن صورة ويكونون منتجين. دي الصفحة الأولى. الصفحة الثانية هنشوف الخامس الإبداع. يبقى ثقة، تواضع، مسؤولية، مهارة، إبداع. الإبداع الناجح يملك دوما قدرة على الابتكار والإبداع، فلا يفكر إلا في كل ما هو جديد ولا يشغل باله إلا بكل ما هو مفيد. آخر حاجة الإصرار. الناجح لا يتردد، لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب. وإحنا قلنا القرار الصائب يعني القرار الصحيح، إنما يمضي قدما
في تنفيذه واثقا بقدرته على الوصول إلى هدفه. لا تقف طموحاته عند حد، لأنه يملك روح التحدي والمنافسة. طبعا أسئلة كتير جدا جدا هناخدها مع بعض، بس أهم حاجة إن احنا نعرف كويس قوي اللغويات اللي عندنا، المعنى والمفرد والجمع والمضاد مهمة جدا جدا. أهو منزلة ومكانته قدما إلى الأمام، الصائب يعني الصحيح. عندنا معاني لازم نفهمها الأول قبل ما نحفظها، المنافسة طبعا المسابقة، عندنا الجمع والمفرد والمضاد، دي حاجة بسيطة جدا إن شاء الله تحفظوها وربنا يبارك فيكم وتوصلوا للنجاح. عندنا طبعا الأسئلة والإجابة، دي برضو أنا ما بحبش كلمة حفظ، المفروض إن احنا نفهمها كويس. يعني لو أنت فهمت الدرس هتعرف تحل أي سؤال عليه. افهم الدرس وأنت تحفظ بسهولة جدا، من غير ما تحفظ هتلاقي نفسك فاهم الدرس. عندنا دي بعض التدريبات هنحل بعضها وياريت نتفاعل مع بعض. ده سؤال الأول بيقول: لا يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة. طبعا الكلام ده خطأ، لأن الإنسان بيواجه في مراحل حياته عقبات كثيرة. يجب ألا يستسلم الإنسان للعقبات. طبعا الكلام ده صح. الوصول للنجاح يحتاج إلى مجموعة عناصر، طبعا احنا قلناها صح، اللي هي 6 عناصر: ثقة، تواضع، مسؤولية، ها، مهارة، برافو، إبداع، إصرار. الناجح لا يملك دوما القدرة على الابتكار. طبعا الكلام ده خطأ. الناجحون ماهرون في أعمالهم. أيوة صح طبعا. الناجح يتردد في اتخاذ القرار الصائب. غلط. يتردد في اتخاذ القرار الصائب والقرار الصحيح. خطأ طبعا. الناجح لا إيه بنفسه أو بالناس، لا يهتم ولا لا يستهين ولا لا يثق. طبعا لا يستهين بنفسه او بالناس، هو بيثق بنفسه او وبالناس. من تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه، مش عمله ولا ماله. الناجحون يتميزون بقدره فائقه على قبول كل ما هو جديد. ايوه كده. الناجح يثق بقدرته على الوصول الى منزله ولا هدفه ولا قريبه. طبعا ده سؤال يعني بسيط قوي ويعني ما فيهوش اي مشكله. طبعا بيصل الى هدفه. دي حاجات مهمه جدا. ان شاء الله نشوف بعض التدريبات كمان. عندنا طبعا منزلته، لما تحفظ المعاني هتعرف ان منزلته يعني مكانته، مفرد العيون العين، جمع صوره صور، مدد خسر كسب او فاز. كمان مهم قوي انك انت تحل بعض الاسئله من الاعوام السابقه، دي موجوده برضو في الكتاب. اهو الدرس اهو بيجيب لك القطعه الفقره ويقول لك معنى عقبات. طبعا انت حافظ المعاني وفاهمها، يعني صعوبات. مضاد يستسلم يعني يصر او يقاوم. جمع حياه حيوات. هدف الانسان في النجاح طبعا هو النجاح. ماذا يحتاج للوصول الى هذا الهدف؟ الى 6 عناصر طبعا لازم تكون عارفهم كويس جدا. دي مهمه جدا برضو، اللي هي خريطه الكلمه. تعينه طبعا لازم تعرف ان هي فعل، تعينه يعني تساعده. مضادها طبعا لما تحفظ المعاني هتعرف انها تخذله. اسئله كتير جدا. طبتم في رعايه الله وحفظه وامنه. شكرا لحسن استماعكم، وفضلا وليس امرا يسرون انضمامكم لقناه مدحت نصير التعليميه. شكرا، ونلتقي في فيديوهات جديده للصف السادس الابتدائي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.